احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا. ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح، وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عيش يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمد اليك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت، وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا، انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو، هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داويه. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة. براء النوح عايز يردلي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبنا على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطي ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمة الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة، واد غبي وأهطل، ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليتني حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم.
يا بنت الجد، مش منبهة عليكي قبل كده ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لك. وهي الحاجات دي يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق تاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورا صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات سيبتي؟ مش قلتي هم ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصلا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا 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 ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطرة. شغل ايه؟ الاسرع دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري يا امك، لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطرة اعتبري اتاخرت ساعة زيادة، ما فيهاش حاجة يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفلة دي كلها علشاني؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيكي يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفايه عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمه ان مفيش حاجه مش على مزاجي. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص لبة؟ ده راجل من كبار تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا. ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه.
زوز عمر افندينك. خد رجاله المعلم نوح وسيهم شاي وخليهم يريحوا ايديهم شويه من السجاير. وجب افندينك. يلا رجاله نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سن. والله يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ ليبيا قشطه.